السلام عليكم، انا جيت تاني نتسنى واحد شويه تيتجمعوا الناس، واخا عارفه كل شيء دابا المغاربه راهم خدامين الله يحسن العوان. عطيوني واحد دقيقه. واحد دقيقة وندخلوا ان شاء الله الموضوع. هذا الموضوع بزاف كيسولوا شنو الموضوع. الموضوع تيهم الجالية المغربية بأورلاندو، خصوصا فلوريدا. الناس مشغولين الله يحسن العوان، دابا خدامين ما عندهمش الوقت، وماشي كلشي باستطاعته يدخل الفيسبوك، لان بنادم عنده كيضرب تمارة باش يعيش. والموضوع هو بركة علينا من الضحك اللي جاي يضحك علينا. غنتسنى واحد شويه الناس تدخل وغنشرح لكم الموضوع. وهذا كان رد على الاخ ديالنا عبد الرحيم العدراوي اللي كنشكره من هذا المنبر، اللي دخل معنا البارح وهضر في هذا الموضوع. والاخ تا هو يوسف زولي اللي حرقو تا هو قلبه وهضر في هذا الموضوع. الموضوع تيخص فلوريدا. ياس الناس طلبوا مني باش نهضر، لان بزاف ما مساليش دابا، وغادي نهضروا وغادي نفرزوا لكم اشنو هو عاوتاني المشكل عندنا هنايا. والله يحضر السلامه، والله يجيبنا في الضوء هادشي اللي كنطلبوا. المهم، هاد الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم كيتعلق بلو فيلاج ماروكان، ولا كما سموه القريه المغربيه. مولات البروجي السيده بهية اللي عملت هاد البروجي لراسها، خرج اعلان. انا ما كنتش ساقه الخبر، تصيفطوا لي الناس كيتسائلوا اشنو واقع. انا بنفسي ما فهمتش اشنو واقع. خوجي كيهضروا الناس يقول لك ديال هاف مليون دولار، ما نتصورش انا هاف مليون دولار. شويه حنا المغاربه عزيز علينا نزيدو فيه، غتكون واحد 200 حتى لكاع 300 ألف دولار ديال البروجي. هاد البروجي اللي السيده كتبات وحطت الاعلان بنفسها، انا شفتهم اللي صيفطوا ليا، قالت لك خدامه فيه مع الجاليه المغربيه فلوريدا. انا من هذا المنبر اش غنقول لك يا بنت الناس؟ هاد الناس اللي قال لك غادي يخدموا معاك، اعطينا سمياتهم، لان ما كاينش جمعيه فلوريدا ما اتصلتش بها من البارح اليوم، وكل شيء دي دي ناي. كاين اللي حتى ما كيعرفكش شكون انتيا. اولا هضرت معاك ملي كان الموقف ديال الكفاءات، وعيطتي لي انت، اتصلتي بيا باش تفرزتي ليا كيفاش انت مشيتي كفاءة. قلنا ما كاين مشكل وعطيتك مرحبا بك لاله، مزيان اللي كنتي هنا، لانك خصك تسمعي هذا الشيء. السيده باهية اللي كنهضر معاها هي معانا هنايا، مرحبا بها. هضرتي معايا وقلت وشرحتي ليا اشنو كيفاش مشيتي انت ككفاءة، وقلتي بانك ما كتريبريزونتيش لا كوميونيتي ماروكان ديال لا فلوريد. قلنا ما كاين مشكل، وهضرتي وقلتي انا كنبريزونتي راسي، انا جورناليست، بسم الله ما كاين حتى شي مشكل. ها المشكل دابا فين صدق؟ مشيتي للمغرب قلتي كتخدمي بروجي ديالك، عيطتي ليا قلتي ليا باش نتعامل معاك، قلت لك سمحي ليا ما بقيتش كنخدم مع الكوميونيتي ديريكتومون، انا في المجال السياسي بعيده على السوسيال. مشيتي للمغرب طرا ما طرا ما كيهمناش، اللي كيهمنا اشنو اللي جاي. باش تجي انسانة ما كملش العام ديال لا ريزيدونسي ديالها، تلعب بهاف مليون دولار بروجيكت، وكتقول بانها خدامة مع الجالية المغربية، لان كلشي كينكر بانها خدام معاك. واصلا لا شومبغ دو كوميرس اللي كنتي مشاركة معاهم
وفالنتير معاهم صيفطوا لك ايميل دو موا هادي قالوا لك دي دون وانا بي بارت اوف ذيس بروجيكت لان هاد البروجي تاع لا ما صالحش لينا حنا ما لازمنا لا قريه لا سويقه لا فيلاج اللي فينا مكفينا الا كنتو باغي نديرو شي حاجه الخير ديروها في وليداتنا حلوا لهم مدارس ديروا واحد المسرح ديروا لنا مكتبه اللي كنا نستافدوا منها ديروا لنا سيادنا غامسجد اللي حنا العام اللي جا العيد اللي جا بغينا عند جمع مع بعضياتنا نمشيو على الخلاوات نصليو لوجه الله انا ما فهمتش كيفاش هاد الناس كتفكر كيفاش هاد الوزاره الجاليه هاد السي بن عتيق هاد السي بن عتيق انا ما بغيت غنفهم واش عندك في داك الدماغ واش بروجي بحال هذا تعطيو عليه اوفر 200000 دولار واش حنا محتاجين الشيخات والطعارج والبنادر في هاد البلاد حنا راه محتاجين اللي غادي يوقف ووقف البلاد حنا الا شناكم بخير هذيك هي الدنيا وما فيها ملي كتشوف الفيديوهات الناس كتموت في السبيطارات هادوك السيدي الفلوس اللي بغيتي ديرهم دير بعدا اجر غير في هادوك اللي ماتوا اللي باقين مليوحين في لي مورك الله يحسن العوان ولا السي بوسوف انا كنعرفك بيرسونيلمون وكنحترمك كيفاش يمكن ليك تسيبورتي واحد البروجي اللي ما منو حتى شي حاجه كيف كتقولي ماشي صحيح عطينا لي بروف وانا انا قدام الجمهور كله دابا نعتذر ليك كومون ساس في كومون ساس في وزاره ديال الجاليه سي سي ام زيد عليها الصناعه التقليديه زيد عليها العقار باقي حتى ما بغدنا المشاكل ديال العقار المصايب اللي طراو والناس شاريه البرد مشات باغا غتهضر بغات غير تكنصلي ما لقيتش حتى مع من تهضر وجايه باغا مازال تجيبي لنا العقار هادشي اختي ما حنا ما محتاجينش ليه سمحي ليا بكل احتراماتي ما محتاجينش ليه انتي كتقولي بان عندك واحد لا سوسيتي لا سوسيتي ما كملتيش عليها حتى العام الناس اللي كتبغي تخدم بروجي بحال هكا خصها تكون عندها واحد الباك جراوند خص يكون عندها واحد لو سيبورت اما باش نجيو نلعبوا باموال البلاد واموال الشعب اللي محتاج ليها اكثر منا حنا سمحي لي انا ما متفقاش معاك وانا ماشي بوحدي اللي كنهضر انا ما دفعني الهضره حتى الناس تغلغلت ما كاينش شي ستيت هنا في لي زيتازيني اللي معيطاتش ليا ما كاينش اللي ما تشكاش وكيقول لي ميمي اش هاد الشيء واش حنا عندنا ضحكه واش اللي مسالي قبو يجي يدير الفلوس على ظهرنا بغيتي بنيتي ترزقي الله يعاونك ولكن ما ترزقيش على حساب الجاليه هادشي راه حرام راه عندك ولادك خمي فيهم راك عطى الله البيزنس كما ديري ولكن اختي ما تجيش ديري باسم الجاليه لان ما كاينش اللي عاطيك الحق ديري وما كاينش اللي غيعطيك الحق ديري هادشي اللي بغيتي ديري مع الاسف سمحي ليا انا ما كنلومكش انتي انا كنلوم الوزاره ديالنا انت جيتي في الطريق في اوف كورس راك بارت من الاحزاب ديالهم راه حنا عارفين القوالب ديال سمحوا لي على هاد لي تيرم لان بعض الحوايج كيعصبوا حنا عارفين اش كيطرا في الاحزاب وعارفين خصهم يقسموا الحلوى مع بعضياتهم انا اخطر حاجه اللي ما بغاش تدخل ليا لدماغي من نهار وصلني هاد لو ميساج كيفاش لومباساد غادا تكلف بهاد ليفان ما كاينش هنا اللي ما دارش ايفنت في هاد لي زاتازيني وتنهضر انايا من الشمال حتى الجنوب ديالها اللي ما اتصلش بلومباساد وقال لهم بغينا نديرو ومحتاجين غير غايه وتصويره للملك والجواب سيكون ما عندناش البادجي باش نعاونو حنا الجمعيات ولكن عندكم البادجي باش تساعدوا الشفاره يجيو يضربوا فلاس البلاد في الميريكان والمشكله ماشي غير كيجيو وكيعملوا لو بروجي كيجيو كيجيبوا عائلاتهم كيدوزوا لي فاكونس تيتسوقوا كيتقداو عاد كيزيدوا هادشي راه بزاف الصراحه بزاف وحشومه وعار وعيب
راه ما بقيناش حنا على هذا الشيء، راه كتقولوا حنا مداوخ، ولكن راه واخا يبقى فينا عرق واحد وما نبيعوش بلادنا من صغيرنا لكبيرنا. انا كنعاتب ونقولها ونعاودها، السيده جات غير طريق، اما العتاب لومباساد اللي مشجع هذا الشيء، الوزاره الجاليه اللي ما متكلفه حتى بالمشاكل الحقيقيه ديال الجاليه، ولكن عندها الفلوس الشطيح والرديح، وعندها الفلوس اللي غادي يخرجوا وغادي غادي يتصرفوا في الخوا الخاوي، عندهم ديك الساعه موجودين. والله تحرم ملي كتشوفوا هذا الشيء، برك عندنا على المشاكل اللي كنشوفوا يوميا في بلادنا وكنتقطعوا عليهم، اللي عندنا كنشوفوا الظلم عاد هو الصح والباطل هو اللي صح، اما مول الحق الظلمه. ياس دير يوزن كياخذوا سمياتنا باش ياخذوا الفلوس والدعم على ظهرنا، وحنا ما غنسمحوش بهذا الشيء، وحنا ما متفقينش، لان باش تجي دير ايفنت بحال هكا ديال 4 ايام راه حنا كنا عايشين هنا وكنا خدامين في الهوسبيتاليتي وعارفين شنو كيوقع. راه ما كنهضروش 200,000 دولار، راه كتهضر في الملايين، وعلى هاد الملايين ما يستحقوهاش السبيطارات ديالنا هما الاولين، ولا يستحقوها المدارس ديالنا هما الاولين. شريوها غير شكير وعطيوها للتلاميذ يمشيو يقراو، شريوها لهم غير كتوبه. ما انا عارفه راسي مغلوطه، لان انت غتفهميها كما بغيتي. انا تنقول وما كنهضرش غير بوحدي، انا كنهضر بجماعه ديال الناس هنايا. حنا غنديرو بيتيسيون وغادي نصيفطو الوزارات اللي كلهم اتفقوا على هاد الايفنت، وغنصيفطو لهم تصريحات وغنعلمو حتى الاف بي اي، لانك اولا جيتي سكنتي هنا ما مكملاش حتى 3 سنين، ما عندكش حتى تاكس انكومز ديالك فايلد باش تقدري تكملي الريزيدنسي ديالك، باش تجي تلعبي بالملايين هنايا. That's money laundering. That mean I am about to call the FBI to get involved too. لأن خصك تعرفي بأن الضحك على ولاد الجالية راه ماشي ساهل. كون جيتي وتشاورتي وهضرتي وقلتي غادي نوجهوك، حنا اللي واكلين الدق، حنا اللي عايشين هنا وعارفين شنو هي الغربة. جيتي تغربتي ما كاملاش عام وكتبكي وهضرتي معايا قلتي لي كنتسنى عي ولدي يخرج ومشي بحالي للمغرب، ما عندي ما ندير هنا، لأنك ما كنتيش لالا ومولاتي وبدراعك وتعرفي تضربي التمارة في هاد البلاد، ما غتقدريش تعيشي فيها، مول فيها سهلة. باش تمشي وترجعي وتجي تقولي انا غندير بروجي على ضحك المغاربه والمغاربه انا اللي قتلني، تتقولي بان 35,000 مغربي باش نصحك لالا بنت الناس، الستاتو ديال المغاربه هنا راه ماشي 35، حنا راه 98,000 مغربي بالولايات فلوريدا الا ما كانش اخبارك، نصحح لك بعدا لي ستاتستيك ديالك. ياس عندي اتهامات خطيره وقاده بهم وغنمشي معاك للقانون الا بغيتي، لان عارفه شنو تنقول، عارفه شنو تنقول، لان ماشي بوحدي انا اللي غنتابعك، راه لي زيتازوني كلها المغاربه الجاليه كلها بلي زيتازوني غتابعك، خصك تعرفي هاد القضيه، وما غنتابعوكش انتيا، انت غير جيتي على الطريق، حنا متابعين راس الخيط اللي كيتافق من مورا ظهرنا وكيديروا ويلعبوا بينا كما بغاو. حنا ما بقيناش باغيين نسمحوا لحتى شي واحد يلعب بينا، قادين بريوسنا، قادين وعارفين شنو كنديروا، راه 30 عام وحنا عايشين، راه عمر الجاليه ولا وزاره ما جات هزاتنا ولا صرفت علينا، حتى الى جاو راه كيجيو باش يقصروا وباش يتقداو ويبرعوا عائلاتهم ويزيدوا، والمخير فينا ديوز دم. ياس اخويا شكرا على المسانده، انا عارفه، انا هضرت مع الناس نيويورك صباح، هضرت مع الناس ديالنا هنا بواحد بواحد اليوم، والله التليفون ما سكت اخر.
ياس وحتى هما كيكونفيرم يقول لك حنا ما عندنا حتى علاقه بها، وحتى الناس اللي قالوا لا غنساعدوك وقليل منهم، كاينين جوج اللي قالوا لا غنساعدوك، وكلهم هادو خدامين فلوس، بغاو فلوس وعندهم الحق. ملي غتجي دير الفلوس تجي تحرط عليهم ومايا وضرب الفلوس على دارهم وتزيد ما جاتش. لا ما ساكناش اخويا في فلوريدا، لادريس ديالك في ستاتي ديالها ديال هادي كاليفورنيا، جات سكنت هنا ومشات. اه لا اخويا ساكنه في كاليفورنيا وهادشي اللي قال. انا مع انا اصلا عمرني ما تلاقيت مع السيده، هضرت معايا هي عيطت ليا نهار كان الكفاءات وبختها وقلت ليها شنو كاين وطلبت مني باش نحيد، قلت لها ما نقدرش نحيد شي حاجه انا مقتنع بها وكاتبه، وانا ما كنهضر حتى كنعرف راسي شنو تنقول، ما غنظلم حتى شي واحد ولكن ما غنخليش اللي غادي يظلم ولاد بلادي. واخا قلت لكم يبقى في عرق، ما كاينش اللي غيجي يضحك عليه، سورتو داك الحزب ديالهم همايا. الا كنتو باغين تلعبوا ديك اللعبات القذره ديالكم اللي كتلعبوها في اوروبا، راه ما غديروش على صحاب اورلاندو ولا غديروا على صحاب الامريكان باجمعين وزيدهم حتى كندا، لان حتى كندا راهم تغلغلوا منكم وتغلغلوا من الفساد اللي كديروه. احنا كنا هنا متفقين وكلمه وحده، وهنا تنقولها لكم دابا، وهادشي اللي غادي يكون، غادي نكتبوا رسائل، غادي نديروا بيتيسيون، ويلا وصلت الظروف حتى ندعيهم عندنا الحق ندعيهم، لان ما بقينا بغينا حتى شي واحد ياخذ اسمنا ويلعب بينا ويخرج الفلوس من البلاد. حنا بغينا ندخلوا الفلوس للبلاد، حنا اللي كندخلوا الفلوس للبلاد. تفضل اخويا بغيتي تطلع اجي مرحبا. يوسف طلع صيفط ليا. شكرا اخي جلال. لا والصراحة هذه ما كاينه لا شجاعة ولا شي حاجة، الصراحة الصراحة راحة، حنا عيينا 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 عيينا. الشيء اللي بغيت نفهم كيفاش هذا المجلس الأعلى زكي وحدة ما عندهاش هذا المشكلة، ما كتعرف حتى شي واحد هنا، عندها 10 ولا قول 30 الناس كتعرف في فلوريدا. انت فلوريدا وكيفاش جاية انتيا غتلعبي ملايين ديال البلاد غتلعبيها مع 30 الناس؟ هادشي راه حرام، هذا هو الفساد بعيني. انا ما نقداهاش ليا، انا ما نقداهاش ليا. ياس انا طلعت حيت الناس بقاو كيجبدوا فينكم اولاد فلوريدا، هضرت مع الناس فلوريدا وحنا كنهضروا وكل واحد غادي يقولها باسمه. تفضل اخويا بالعربي. يا اخويا شنو سعداتهم؟ ما سعداتهم والو، بنادم كيجي كيبقى يضحك علينا وصافي. وهذا هو المشكلة السي جلال، شي يكون علمت بأنها غدير أن بروجي بحال هكا، راه دابا المصيبة لو بروجي راه ماشي شي حاجة اللي غتفيد حتى شي واحد، غير تضيع الفلوس. راه كون كانت شي حاجة مفيدة للبشر راه غادي نقدرو نعاونوها، أنا نفسيا نعاونها. ولكن اش غتجيبي لي؟ غتجيبي لي الخيم وتحطي لي الاختزانة؟ راه كما قلت لكم المخير عنده طعريجة وبندير في دارو. كمان واش غادي هي تمثل؟ واش هي غادي تمثل عباد الله المغرب احسن من ديزني؟ احسن بافيو ماروكا في العالم الناس كلها كتشوفو وكنفتخرو به. عاد غتجيبي لي انت جوج خيمات وتجيبي لي هذا وتقولي انا كنمثل المغرب؟ الناس راه هزات الرايه اختي، ما كنتسناوش بحال كيجيو عماده عادك باقيين يهزو الراية. واسمح لي يا خويا هادشي اللي عطى الله. تفضل
تفضل. يلا يلا صيفط لك لانفيتاسيون حبيبة. ياس وراه هادشي اللي كاين غا دابا داروا الناس العقارات هنايا وصانا با مارشي وتسرقوا الفلوس ومشاو الناس مع من تهضر ترى ما كاينش اللي كيجاوبهم. ياس ما كاينش اخويا حتى شي واحد كيجاوبهم، ولكن راه حشومه هادشي. واش العام اللي جا نبقاو حنا في نفس المشكل؟ الناس كتزيد القدام وحنا غادي اللور. بارك علينا غا الصدمه اللي تصدمنا هاد السيمانه بركه. يا ربي لا خويا لا، الموضوع سي بوبكر وهو واحد سيده ما عشراش معانا هنا في اورلاندو وجايه قالت لك بغات دير لو فيلاج ماروكان. لو فيلاج ماروكان سي ان تروك بور لارتيزانا باش تعرف بالمغرب. انا خصني نصيفط حتى للسياحه لوزاره السياحه بالمغرب لان هادشي ماشي معقول ماشي معقول. ياس يا باش ما نضيعوش الوقت بالصحة يوسف اخويا، غادي نديرو الخطوات اللي حنايا عارفينهم وحنايا متبعين القوانين ديال هنا، حنا عايشين هنا غنديرو الخطوات ديالنا حنا اللي عارفين شنو غنديرو، ما نقدروش نقولوهم ولكن غنديرو خطواتنا. انا بغيت غير نوجه هاد النداء لان بزاف الناس من نيويورك نيو جيرسي عيطوا ليا، الناس كاليفورنيا الناس تكساس كلهم اتصلوا بيا باغيين يعرفوا شنو الموضوع لان كلهم درهم قلبهم على هادشي وزعما تنعذرهم. البنادم اللي فريمون كيبغي قلب بلادو غير ضربو ضربو قلبو. ما جاتش تخرج نتايا هاف مليون دولار وتلعب بها في 4 ايام، مالك شكون نتا؟ باغ نيترا بصح نيترا باها هو خنوش راه تابع للحزب ديالو سي نورمال. علاش جاتهم؟ اللهم امين اخاي، اللهم اخي، الله العظيم هادشي كيضر في القلب. باش غادي يجي كل مره حنايا ابناء الجاليه ابناء الجاليه ابناء الجاليه داروا ابناء، وحنا يا خويا اللي كنصرفوه في بلادنا ما كتصرفوش نتوما يا، وتنقولوا غنصاب يكونوا والدينا وبلادنا مرتاحين. ياس الانشطه الوهميه كما قلتي ليها راه المشاريع الخاويه وصافي، هادو من المشاريع. لا والله العظيم وكون جاوا قالوا لي راه غنديروا مدرسه المغاربه ولا غنديروا مسرح لولاد المغاربه شي حاجه، كنبغيو نجيبو ولاد بلادنا نخلصو حنا من جيبنا ونجيبوهم. نقول لك على راسي وعيني نعاونكم هادشي ياس فين منفعه، حتى حنا نفتخرو حتى حنا عندنا كما كاع الجاليات كلهم دايرين المكاتب ديالهم. هادي ما عندهاش حتى المكتب، حل البيزنس في ابارتمون وتقول لي انايا غادي تعطيها انت هاف مليون دولار باش تلعب بينا؟ واش حنا كاع تكلخنا لهالدرجه؟ راه حشومه والله العظيم الحشومه. ياس باكا والله الا خديت الجنسيه تاعنا نيت غنمشي ناخذ الجنسيه ديال موزمبيق ونهني راسي على الاقل نعيش بالشرف، لان هادشي مابقاش كيشرف مابقاش كيشرف كاع. ايوا المهم الله يهدينا الله يهدينا على راسنا الله يهدينا، خلينا متحدين وخلينا لبعضياتنا. راه ما كاينش اللي غادي ما كاينش اللي غادي يدفننا غير بعضياتنا. هادشي اللي تنطلب منكم يا ربي السلامه وخلاص. اما هادشي اللي كديري في لاله بهيه راه ما مسلك حتى شي واحد وحتى واحد ما مقتنع به وحتى واحد ما باغي هاد المشاكل اللي غادي تبدايها لينا هنايا. حنايا الله بدينا تنقولوا بسم الله ثاني ونقصنا علينا المشاكل وقلنا يا الله داز رمضان الحمد لله، عاودنا بدينا كنتفاهموا مع بعضياتنا ونتراحموا مع بعضياتنا وداز رمضان وتسامحنا، ويجي واحد اجي ما كاين ما كاين غنقلبها عليهم تفاعله عليها. حنا راه ماشي ضحكه ابنت الناس وغنقولها لكم نعاودها لكم. الله يهديك الله يهديك، سيري شوفي اختي شي بلاد وحده اخرى سيري ديري فيها هادشي. اما حنا هنايا بارك علينا ديزني بارك علينا البافيو ماروكا، الله يخلف على السي الشوفاني والسي اليزيدي ما مخلينا مخصين حتى شي حاجه الحمد لله. شبعنا وكلينا السي اشرف حل اكبر بازار ماروكا هنا، السي علي الناجي ما شاء الله خرجوا في التلفزيون
على داك الشيء ديال الارتيزان اللي كيدير وكيفاش كيهز بلادو. عنا اللي موقفين الغايه، ما كنحتاجوش اختي واحد يجي لا ديرنيير مينوت ويقول لك انا باغي نعرف بالمغرب. كلشي هنا عارف المغرب، ولا بغيتي تخدمي خدمي الصح نيت. اما هادشي ديال التخلويط مع الاحزاب ومع الوزاره، حنا ما عندنا ما نديرو به. شكرا. I hope my message وصل، وكنتمنى لكل شيء التوفيق. وكنعاود نقولها، راه ما كاينش اللي غادي يجي يضحك، وما حدي انا في فلوريدا راه ما كاينش اللي غادي يجي يصدم علينا، واخا نفدي بعمري. هادو ولاد بلادي، وانا اللي عاشرتهم، وانا اللي عرفتهم من صغيرهم لكبيرهم، والحمد لله عليها. حنا باقي الحمد لله محابين وحاطين القلب على القلب. وكون بغاو فريمون هاد الوزاره يعاونو، كون عاونوني لا شومبر دو كوميرس اللي كدير سنويا كدير الماروكان فيستيفال. فينكم؟ ياك صيفطوا ليكم، ياك صيفطوا ليكم باش تعاونوهم، علاش ما عاونتوهمش؟ علاش قررتوا غير هذيك هذيك بيرسونيلمون تعاونوها، والناس اللي فريمون تيخدموا وتخدموا من قلبهم ما كتعاونوهمش؟ والله تحرم عليكم. انا من عندي الله ينزل عليكم النعله، هادشي اللي غنقول. يلا سلامه. اي لاف يو اول جايز، والحمد لله. الله يخلينا دائما مع بعضياتنا، والله يبعد علينا ولاد الحرام. واللي بغاها كلها راه تيخليها كلها، واللي جاي يضحك علينا راه يخمم فيها قبل ما يوصل فلوريدا. راه ما حد الامبراطور هنا، راه ما كاينش تزعزع، واخا ما عاد شكون تكون. يلا السلام عليكم. I love you all.